يا هلا فيكم من جديد. دعت هيئة السوق المالية مساهمي الشركات المدرجة في سوق الأسهم التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع إلى استغلال المهلة لتعديل أوضاع الشركة وفق أحكام المادة 150 من النظام المشار إليها، علما أن مهلة التعديل الأوضاع تنتهي في 22 من أبريل للسنة الميلادية المقبلة. قبل الحديث عن هذا الموضوع خلونا نتابع احنا وياكم هذا التقرير. خلال اجتماعات عقدتها هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية مع أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية والإدارات التنفيذية في الشركات التي اقتربت خسائرها المتراكمة من نصف رأس مالها المدفوع أو تجاوزتها، تم مناقشة وشرح أحكام المادة 150 من نظام الشركات الجديد والمتعلقة بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأس مالها المدفوع، والتوضيح أن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في 22 من أبريل لعام 2017. يذكر أن هيئة السوق المالية كما أعلنت سابقا تعكف حاليا على تعديل الإجراءات والتعليم الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، وذلك في ضوء نظام الشركات الجديد. والإعلان عن الإجراءات والتعليمات المعدلة سيتم فور اعتمادها من مجلس الهيئة، مؤكدة أن تعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو مدير إدارة الأصول في شركة ثروات للأوراق المالية الأستاذ فارس حمودة، وكذلك رحب معنا بالمستشار المالي في أسواق المال الأستاذ محمد الميموني. حياكم الله معنا جميعا. خلينا نبدأ معك يعني أستاذ فارس، يعني تعليقك على هذا الخبر بشكل عام، يعني بتوجه سوق المال أنها اجتمعت مع الشركات اللي بلغت أرباحها أو خسائرها يعني اقتربت من أو بلغت نصف رأس مالها، يعني ما دلالة هذا الإعلان؟ هل يمكن نعتبره شيء من الشفافية؟ وهيئة سوق المال في المملكة تعودنا منها دائما عند إصدار أي لائحة أو تعديل أو حتى إصدار المسودة الأولى هي دائما تحرص على أن يكون هناك اجتماعات مع الأشخاص أو الأطراف ذوي العلاقة في هذا الموضوع. على سبيل المثال عندما طرحت هيئة سوق المال المسودة لائحة صناديق العقارية المتداولة اجتمعت مع مدراء الأصول في الأشخاص مرخص لهم وطرحت عليهم اللائحة وكيفية تطبيقها وإذا كان هناك ملاحظات. حتى في بعض اللوائح مثل طرح الشركات وبناء سجل الأوامر كان هناك طرحة لملاحظات حتى للعموم، كان هذا الخبر في تداول. لذلك هيئة سوق المال بتحرص بشكل كبير على موضوع الشفافية، وفي نفس الوقت أنه يكون النظام يحمي جميع الأطراف وعلى رأسهم اللي هم المستثمرين، المستثمر والمساهم. وهذا أعتقد أنه يعني كانت يعني خلال السنوات الماضية فيها تحسن كبير من جهة الهيئة في مستوى الشفافية، حتى أصبح سواء الجهة المرخصة مثل أشخاص مرخص لهم أو حتى المستثمرين على استعداد لتقبل أي لائحة جديدة، بسبب أنه بتمر على مراحل وغير مفاجئة بالنسبة لهم. طيب محمد، يعني كيف تنظر لهذا الاجتماع، اجتماع هيئة سوق المال مع الشركات اللي خسائرها المتراكمة اقتربت من 50% من رأس مالها؟ يعني هل عندنا إحصائية تقريبا بعدد هالشركات، مدى تأثيرها بشكل عام على سوق الأسهم عندنا؟ كما قال الأستاذ فارس، هيئة سوق المال الحالية هي برئاسة الجدعان وهو رجل متداول ورجل يعني مختص بالأسواق المالية، فبالتالي عندما قام بعملية المشاورة وعملية إدلال الآراء كان الهدف منه لفت الأنظار أو عملية جذب الخبرات فيما بينهم.
القرار بشكل عام القرار إيجابي، لأن الشركات عندما تكون تصل لنسبة خسارة 50% نحن مطالبين أن نحمي المستثمرين المتعاملين، فبالتالي عندما يكون هناك قرار تصفية لهذه الشركات يعتبر قرار إيجابي للمتداولين أو المحافظة على نفسية المتداولين، كذلك المحافظة على قوة السوق الرثمة. سوق المال هي سوق المال السعودي متجه الآن إلى انضمام إلى مؤشر MSCI وهو مورغان انترناشونال للأسواق الناشئة، فبالتالي نحتاج إلى مثل هذه الإجراءات ومثل هذه الحلول الجذرية. فهذا القرار قرار جدا إيجابي، وأكثر القطاعات التي كان فيها الثقل الأعلى 32 شركة هي التي تكون تحت طائلة هذا القرار، أغلبها تكون في شركات التأمين. شركات التأمين هي من الشركات الصغيرة، شركات ذات ورقية رؤوس أموالها صغيرة، وبالتالي يكون عليها علامات خسائر أكثر، باستثناء ثلاث شركات اللي هي من شركات الطراز القديم بيشة الزراعية والباحة والمعجل، فهي من الشركات التي بلغت خسائرها 100%. فبالتالي لو كان القرار طبق في السنوات الماضيه لحمل المستثمرين من الخساره التي حدثت يعني في شركاتهم السابقه. تاخرت هي سوق المال في اتخاذ قرار مثل هذا وهو يؤثر على يعني المتداولين على المستثمرين. في رايي ان تصل متاخرا افضل من لا تصل. نحن كنا نبحث عن مثل هذه القرارات لحمايه المستثمرين وحمايه المتعاملين في السوق. نعم هيئه السوق ما تاخرت، ولكن في سنها في هذا القرار اصبح الان موضع جديه في هذا المجال. طيب سيد فارس، يعني وش الإجراءات المتوقعة أن تتم اتخاذها مع هذه الشركات؟ يعني احنا نعرف يمكن قرار وطلعنا على مسودة من القرار، يجتمع مجلس الإدارة، يعني إما زيادة أو تقليص رأس المال أو التصفية مثلا قد يصلون لهذا الخيار. يعني وش الحلول بنظرك؟ يعني احنا نتكلم حتى بإطار عام، من يحمل المستثمرين والمتداولين لأسهم هذه الشركات اللي قاعدة تخسر يعني بشكل كبير؟ هو بداية أنا حاب أشير إلى أنه اللائحة هي موجودة في هيئة سوق المال من عام 2013 المتعلقة في خسائر الشركات. هناك مثلا الشركات اللي بتخسر من 50 إلى 75% و 75 إلى 100 أو أكثر من 100%، هذه كانت موجودة في عام 2013. اللائحة أو البنود اللي في اللائحة هذه هي أخذ أو طبقت كما هي موجودة في بعض الأسواق المالية المجاورة نفس الطريقة من 50 إلى 75%. الإشكالية اللي حصلت أن وزارة التجارة منفصلة تماما عن هيئة سوق المال، أصدرت نظام الشركات في شهر 12/2015 بيقتضي أن الشركة المساهمة، شركة مساهمة سواء كانت مدرجة في سوق الأسهم أو لم تكن مدرجة في سوق الأسهم، في حال وصلت خسائرها إلى 50% يجب أن يقوم المحاسب أو مدير المال بإبلاغ رئيس مجلس إدارة. رئيس مجلس الإدارة بيقوم بإبلاغ مجلس إدارة والاجتماع وتحديد هل سيتم تخفيض رأس المال أو زيادة رأس المال. إذا لم يتم أي من هذه الحالات تنقض الشركة. انقضاء الشركة هنا بيتعارض مع البند الموجود في لائحة الهيئة اللي بتتكلم في حال 50 إلى 75% سيتم وضع إشارة وتتم وتواصل الشركة باستمراريتها. هنا أصبح في تعارض، لذلك هيئة سوق المال قامت أنها تعدل لوائحها بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. ما قامت فيه الهيئة أو وزارة التجارة هو يعني خلينا نتكلم عنها أنها زيادة حماية أكثر للمساهمين. زي ما تكلم أستاذ محمد، الشركات اللي موجودة في السوق واللي خسرت أكثر من 50%، في بعض الشركات خسرت أكثر من 75% و50% وزادت رأس مالها حتى مرتين، وبعضها زادت وخفضت ولم تستطيع حتى أنها يعني تعدل من أوضاعها. مثل هذه الشركات اللي ليست عندها هذيك الجدية أو حتى السوق ما بيساعدها أن تحقق أرباح، من الأفضل عدم تواجدها لا في السوق ولا حتى كشركة. طيب من يعوض المستثمرين والمساهمين؟ الآن هذه هي الآلية اللي بتبحث عنها الهيئة، وهذا لذلك هناك بعض الأنظمة اللي بتصدر هي كلها مترابطة مع بعض. لذلك الآن في دراسة لنظام الإفلاس. نظام الإفلاس اللي بيتم دراسته حاليا في المملكة وفي وزارة التجارة هو معني بهذا الموضوع. الإفلاس لا يعني الإفلاس يعني أن الشركة صفر، لا، هناك ممتلكات للشركة، هناك أصول طبعا، وفي نظام الإفلاس الدائنون أول شيء بيحصل على أموالهم ثم ما يتبقى بيروح للمساهمين. لكن أنه تتمادى الشركة في خسائرها بعض الأحيان قد لا يحصل المستثمر على شيء، لذلك التنسيق ما بين الهيئة وما بين وزارة التجارة هو تقليل الخسائر، لكن لا تستطيع أن تحمي المستثمر 100% من خسارة. بالنهاية هذا استثمار، يعني هو استثمر قد يخسر، لكن صحيح. نريد أن نبتعد عن الخسائر اللي بيتسببها في بعض الأحيان التمادي في مجلس الإدارة أو في إدارة الشركة. طيب هذا الجزئية مهمة محمد، يعني
هناك بعض يعني المهتمين بسوق المال قال انه قبل ما نتكلم عن اجتماع دراسه زياده او راس المال، بدليل انه بعض الشركات زادت راس مالها ولا انحلت مشكلتها واستمرت خسائرها يعني بشكل كبير. ارجع الموضوع الى خلل في الاداره، يعني وكثير من الشركات تعاني من خلل في اداره او خلل في يعني في العمليات عندها. فطالب البعض انه اول قرار المفروض حل مجلس الاداره واختيار فريق تنفيذي، وكثير منهم ربط يعني تكلم عن المكافآت المهولة اللي تجي للفريق التنفيذي بمجرد علاقته مع يعني مجلس الإدارة، يتم اختيارهم بناء على هذا الأمر بعيدا عن الكفاءة. فصارت البلوى عندنا من التنفيذيين يعني تمام بمعاونة يعني مجلس الإدارة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم دائما أقول قوة كل شركة بقوة أعضاء مجلس إدارة. فإذا كان أعضاء مجلس إدارة حريصين على نشاط الشركة وحريصين على نجاح الشركة، من الطبيعي جدا أن الشركة تستمر بتحقيق أرباح. وإن حدث بعض النوع من عمليات التراجع نتيجة الأحداث الموسمية فهذا يعتبر طبيعي، ولكن دائما قوة كل شركة بأعضاء مجلس إدارة. حدثت بعض الشركات أن تم هناك حل مجلس إدارة وانتخاب أعضاء مجالس إدارة جدد وبدأوا من جديد في عملية تطوير الشركة، ولكن دائما كل سوق يكون هناك أعضاء نافذين أو نفس خاصية التصويت. في أعضاء مجلس إدارة يكون عضو مجلس إدارة متملك 50%، فعندما يقوم بعملية التصويت بمرة واحدة يكتسب القرار بشكل كامل، فما بالك بالمساهمين. لذلك كان من ضمن الاقتراحات أن يكون هناك حجب لتصويتات أعضاء مجالس إدارات أو عزل تصويتها، ويكون تصويت تراكمي للمساهمين. وهذا ما بدأت فيه معظم الشركات، أن يكون هناك التصويت تراكمي، بمعنى أن يكون هناك قرار ويقوم المساهمين بعملية اتخاذ القرار ويكون هناك التصويت تراكمي، ثم يكون هناك عملية تبديل مركز إدارة. من ضمن المقترحات الأخرى أن يكون هناك عملية تدوير لأعضاء مجالس إدارات. نحن نعاني حقيقة من عملية جروبات في الشركات، بمعنى أن يكون أعضاء مجالس إدارات يكون منتشرين في عدد من الشركات، وبالتالي يكون هناك عملية تمرير لهذا القرار. نحن طالبنا في أحد الاجتماعات أن يكون هناك عملية تدوير لأعضاء مجلس إدارة، بمعنى يكون عضو مجلس إدارة يكون له فترة 4 سنوات ثم يقوم بانتخاب مجلس إدارة آخر غير المجلس السابق، وبالتالي يكون هناك ضخ عملية دماء شابة جديدة وعملية تنويع. من يمكن يتدخل في هذا الشأن؟ هي في النظام الحالي أو في الأنظمة الحالية يكون المساهمين هم الذين يتخذوا القرار، ولكن في ظل بقاء المالك الرئيس أو رئيس مجلس إدارة بكمية الكبيرة يكون هو المنافذ في اتخاذ القرار. لذلك طالبنا في عدد من الشركات أن يتم حجب صوت مجلس الإدارة وصوت الأعضاء الآخرين الذين معه. أنت مع هذا الرأي سيد فارس؟ أنا مع هذا الرأي، لكن زيادة على هذا الموضوع نظام الشركات الجديد واللي تم الإعلان، هيئة سوق المال أعلنت في تاريخ 17/4/2016 من هذه السنة أعلنت عن التنسيق بينه وبين وزارة التجارة. هي لم تشير فقط إلى المادة 150 من نظام الشركات اللي بيتكلم عن فقط الخسائر، أشارت حتى إلى الأمور اللي تتكلم عنها أستاذ محمد ما يتعلق حتى مجلس إدارة بموضوع التصويت التراكمي. هذه كلها ستعتمد هيئة سوق المال فيها من النظام الجديد لوزارة التجارة. نتكلم هنا عن نظام حوكمة أقوى بالنسبة للشركات المدرجة في السوق. هذه ستشكل زي ما تكلمنا حماية أكبر بالنسبة للمساهمين، رقابة أكثر على الإدارات، خصوصا أنه الإشكاليات أو الخسائر اللي تحملتها الشركات المدرجة في السوق معظم أسبابها كانت بسبب مجالس الإدارة والإدارات اللي فيها. لذلك كانت اللائحة القديمة أو اللائحة الحالية اللي هي في طور التعديل في هيئة سوق المال تتحدث عن الخسارة إذا تجاوزت 75% أنه يجب على الشركة أن تضع خطة، حتى هم مفصلينها في الملحق ايه الخطه اللي راح تتبعها الشركه لاجل انها تتعدى هذه الخسائر. الاشكاليه ان الشركات كانت تلجا الى شركات استشاريه وتضع خطط، لكن هل الخطه هذه تطبق ام لا تطبق؟ هي هذه الاشكاليه. فبتزيد وحاله محاسن للشركات الاستشاريه، يعني انت ما يعني عنده تجارب يعني معجل وغيرها، يعني ممكن كان حتى الاستشاري كان يعني ضريع وربما كان البعض يرى شريك حتى في الإشكالية اللي صارت يعني عند بعض الشركات. هو شو الاستشاري هو في هو مستشار، يعني هو لا يعطي توصية، وهذه الأحيان الإشكالية. الاستشاري بيعطي سيناريو مثلا ألف وسيناريو باء، إذا أنت مشيت على هذه راح تحقق أرباح، إذا ما مشيت تحقق خسائر. الظاهر بالنسبة للمستثمر أو بالنسبة أن الشركة هي ماشية على ما قام فيه المستشار، لكن نكتشف في القوائم المالية وبعد سنوات أنه كانت هذه مثلا أرقام غير صحيحة، كانت مضللة، كان هناك بعض الإشكاليات. وهذه الأمور حتى ترى واجهناها حتى في عام 2006 عندما انخفض السوق بشكل كبير جدا،
اكتشفنا بعض الخلل اللي كان موجود في بعض الشركات. شركات في قطاع تستثمر في قطاع آخر، حتى جاءت هيئة سوق المال وأيضا وزارة التجارة حاولت أنها تحد من هذه الأمور. دائما دائما في كل نظام للأسف مهما حاولنا نضع أنظمة، اللي بيحاول يتحايل على الأنظمة أو دائما يسبق خطوة. أيوة هو اللي يلتف على النظام، وبيئة النظام بيضع مثلا بحد من هذه، لكن يأتي مرة أخرى. لذلك زي ما تكلمنا وزارة التجارة وهيئة سوق المال هي تسعى جاهدة أنها تقلص من هذه الأمور، وزي ما تكلمت بالنهاية الشركات اللي ليست لها فائدة سواء في الاقتصاد أو في السوق لا داعي لوجودها. يعني طيب، يجب أن نكون بعيدين حتى عن العاطفة في هذا الموضوع حتى لو كان هناك مساهمين. يعني ترى أن يكون في صرامة في مسألة أنه يعني بعض الشركات المدرجة الآن في سوق الأسهم والخسرانة إلى متى وهي موجودة؟ مفترض أن يصير في قرار صارم منها يعني تستبعد يعني في من الموضوع. فعلا في شهر 4 الآن في 2017، وعلى فكرة في تحدثت عنه في البداية اللي هو أنه هل تأخرت مثلا هيئة سوق المال أو هل المهلة كافية بالنسبة للشركات. القانون نظام الشركات الجديد موجود من عام 2015 شهر 12، الهيئة اجتمعت مع وزارة التجارة في شهر 2 2016. الشركات اللي خسائرها أكثر من 50% من شهر 12 2015 وهي على علم بهذا النظام، يعني عندها ما في عذر، يعني إذا عندها شيء ترى المهلة كافية. الآن مهلة كافية، هي أمام الآن حلين، إما زيادة رأس المال. طبعا زيادة رأس المال إذا أنا في أمامي فرص وأريد أن يعني أطرح أسهم وأدي مستثمرين، أو تخفيض رأس المال. تخفيض رأس المال راح يتحمل الخسارة معي اللي هو المساهم، أو التنظيم الجديد اللي ظهر خلال السنة الماضية إن الشركة ممكن تشتري أسهمها. يعني الشركة لكن بالنهاية هذه تعتبر خسارة، كأنها أطفاء خسائر يعني. طيب محمد، يعني هل ترى أنه كان في شفافية من كثير من الشركات والشركات الخاسرة في مثلا في الإعلان عن قوائمها المالية؟ احنا نعرف كان دار الكلام حول هالجزئية والتشكيك في مصداقية بعض القوائم المالية اللي تعرض على هيئة سوق المال، ايش رأيك؟ دائما يعتبر الإعلان الشركة عندما تعلن الشركة في قوائمها المالية، نقوم نحن المحللين المالي المستشارين باتخاذ بهذا القرار، أن هذا القرار أن هذا التقرير هو صادق من الشركة، لأنه يتم تصديقه من عدة مراجع، المراجع الداخلي ثم المراجع الخارجي ثم المحاسب القانوني، فبالتالي يكون لدينا هذا التقرير بشكل كامل صحيح ونتعامل عليه. ولكن ما يحدث في بعض الشركات أن تقوم بعملية ما يعرف تزييف القوائم المالية، بمعنى أن تقوم برفع جزء الإهلاك أو تقليل جزء الإهلاك أو رفع المخصصات التأمينية أو بعملية تعديل في هذه القوائم. دائما تعتبر لدينا في الأسواق المالية عندما يقوم بالتلاعب في هذه القوائم المالية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، تصل لمرحلة السجن 3 سنوات أو أكثر من ذلك، كما حدث لدينا في الأسواق الأمريكية عندما تم هناك معاقبة أعضاء مجالس الإدارة عندما قاموا بتزييف القوائم المالية. نحن لدينا قضية في السوق السعودي لأحد الشركات حدث نوعا من هذه العلامات، ولكن بشكل عام إعلان القوائم المالية لدينا أشبه لدينا واضح، شفافية واضحة جيدة، ولكن يقوم هناك بعملية التلاعب بالقوائم المالية بمعنى رفع الإهلاك، إخفاض الإهلاك، مخصصات التأمينية، ولكن بشكل عام نعتبره نوع من الشفافية. طيب فارس، ماذا عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم واللي كانت تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي؟ يعني احنا نعرف يمكن حجم الإنفاق الحكومي تقلص في ظل الظروف الاقتصادية يعني الموجودة العالمية والمحيطة بنا بشكل عام، ماذا عنها هذه الشركات؟ شوف بشكل طبيعي هذه الشركات اليوم احنا في السوق، حتى في موضوع التحليل وحتى في الاستشارات يجب ان نسلم بالواقع. الانفاق الحكومي قل، اذا في شركات هناك راح تتاثر بسبب مد او بنسبه اعتمادها على هذا الانفاق الحكومي، سواء كانت شركات هي عامله في التشييد والبناء او غير، او مثلا زي شركات الاسمنت، هذه الشركات راح تتأثر بشكل سلبي. لكن السؤال المهم دائما في هذه، وحتى الآن شركات التجزئة الحديث أنه هذه الشركات راح تتأثر، لكن الآن الحديث هل هذه الأمور ستستمر؟ هل هذه مثلا الانخفاض هذا سيستمر؟ بالتأكيد لا، هي بالنهاية دورات اقتصادية حتى لو طالت أو قصرت بالنهاية إذا كان داخليا أنا في الشركة عندي نظام مالي سليم، نظام إداري جيد، هناك تنوع في الاعتماد على الإيرادات كشركة مساهمة ومدرجة في السوق، قد أتعثر يعني نوعا ما مثلا خلال فترة بسيطة تنخفض الأرباح. بعض الشركات سابق في ربع من الأرباح خسرت في عام 2009، خسرت أحد الأرباح ورجعت حققت أرباح قياسية. يعني ليست نهاية الشركات. يعني أحيانا
فعلا الأوضاع يعني نوعا ما يعني قد تكون في الشركات في السوق والآن ما قد نراه في النتائج نوعا ما قد يكون نتائج أو أرباح متواضعة، لكن يجب أن لا نكون متشائمين لهذه يعني مرحلة اليأس. يعني أنت رأينا دورة اقتصادية وقد يعني تعدي على خير، دورة اقتصادية أو على الأقل ستنخفض الأرباح وبناء عليها الآن السوق ينخفض ثم تحرك بشكل معين بناء في هذه المرحلة. السوق هو مستوعب الحاصل في السوق أو المؤشر أو حتى الأسعار هي مستوعب ما يحدث في السوق، ثم تصل إلى المرحلة الخسارة اللي حققوها المستثمرين خلال الفترة الماضية يجب أن نسلم فيها أنها خسارة. هذه في هناك تغيرات، أسعار البترول انخفضت من أسعار قياسية إلى أسعار معينة، الإنفاق الحكومي قل، هذا هو الوضع ويجب أن نتعامل معه بهذه الطريقة. طيب محمد أخيرا، كيف يمكن يعني في ناس اللي مهتمين بسوق الأسهم يسألون عن واقع سوقنا، يعني مثلا بعد مع الظروف الاقتصادية الحاصلة، أسعار النفط، خفض الإنفاق الحكومي، ثم بعد يمكن القرارات الحكومية الأخيرة بخفض البدلات أو الاستغناء عن كم بدلات يعني لموظفي الدولة، السوق مباشرة تأثر يعني بشكل كبير. شكل العام، القراءة العامة للسوق يعني خلال الفترة القادمة كيف يمكن أن تحلله؟ طبعا سوق الأسهم هو يعتبر إحدى المؤشرات الاستباقية لما يحدث المؤشرات الاقتصادية. نحن بدأنا في موجة التراجع، وصلنا إلى مستويات القيعان السابقة في ظل المعطيات الحالية من عملية تباطؤ في الإنفاق الحكومي وعملية الوضع الاقتصادي، كذلك أيضا الوضع الجيوسياسي وعملية تراجعات أسعار النفط إلى دون مستويات 60 دولار. النفط وصل لمستويات 48 دولار، فبالتالي يكون هناك لدينا علامات قلق. السوق السعودي فنيا من الناحية الفنية بتزامن مع النواحي الأساسية لابد أن يسير في اتجاه أفقي، بمعنى يكون لدينا مراكز أفقية لمدة طويلة تصل أحيانا إلى 6 شهور أو 9 شهور بالكثير، وهي من بين منطقة 5500 حتى منطقة 6000 نقطة. فهذا الرينج يكون لدينا نطاق أفقي، لأن نحن أتينا من موجة هابطة، فمن الطبيعي أن يكون هناك نطاق أفقي حتى نقوم بالعادة مجددا للصعود. طالما أن لدينا أسعار نفط متراجعة، طالما لدينا أوضاع جيوسياسية مضطربة، أوضاع اقتصادية، فيكون الفترة الزمنية ممتدة إلى 9 شهور، فبالتالي نتوقع أن يكون الربع القادم هو الربع يعني يحتوي فيه كنوع من عملية الضغط على الشركات، وبالتالي الضغط على القيمة السوقية، وأيضا عملية تراجع في الهوامش الربحية، وبالتالي تنعكس بشكل سلبي على حركة الأسهم. ولكن بشكل عام نحن نتطلع أن يكون لدينا مستقبل رائع في ظل التحول الوطني في 2030، فما يحدث الآن هي نتيجة ركود اقتصادي ولكن موجة قصيرة بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لك محمد الميموني المستشار المالي في أسواق المال، وشكر موصول كذلك للأستاذ فارس حمود مدير إدارة الوصول في شركة الثروات للأوراق المالية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.